الصراحه صحر كنتنها جو سيمانات الاخرى هذا ملي كيكون رمضان كيقرب كليان كيبدا يفكر هيدا يجي ملي كتكون زعما السلعه حاضره السلعه كاينه حيت الاغلبيه كما كتعرف في المغاربه ديما كيخليو حتى الليله الاخريه عاد يعني كيجيو واش فهمتي المنظر دابا بداو كيجيو بكري فهمتي يعني هذه واحد النقطه ايجابيه بنادم بدا كيتسخر بكري دابا وما كيخليش داكشي حتى الاخر الاثمنه كل واحد ولقد الاستطاعه ديالو كاين هيدا وكاين هيدا وحنا عاود كنتعاملوا مع كل شيء يعني الدرويش احنا معاه والمدبر احنا معاه والوسطي احنا معاه يعني كل شيء شاري وكل شيء عايد ان شاء الله يا ربي وكل شيء يجوز رمضان ان شاء الله يا ربي وكنتمنى ان شاء الله يكون هذا رمضان هذا احسن من هذا رمضان هذو اللي فاتوا مع جا كورونا مع شادو مع الاصلاح السوق برا هنايا وديك شيء فكنت بيوش راه ناقص واحد شويه فهمتي دابا الحمد لله صحار كس واحد شويه ورمضان مبارك سعيد والله يدخلوا لكم الصحة والسلامة باش ما قلت منهم إن شاء الله يا رب انا بنت مراكشيه جيت نعاون اليوم على شي ما كاين رواج زعما علاش غد حسب غد زعما رمضان مبروك العواشر الله يدخل عليكم الصحه والهنا والعافيه عندك كويلات عندي ما عندي مقروط عندي بجويلات عندي الحنسه هذه البروزيه لكن الدواء كاين الدواء العمل احسن من كورونا احسن بزاف كنتو الحلوى انا عندي كنبين حلوى قديم كنبين حلوى كبيره حلوى تراثيه الحلوى صغيرة أنا ما كان عملها ما كي العائلة كتعاد بالحلوى إحنا مش مو فهمتيني إحنا العائلة شباكية بالحلوى إحنا معروفين بالحلوى بالصوت برا والسقايا ودار بارود إحنا دار بارود جد الوالد جدي أنا كان دار بارود دار حدا دار ماما كيعملوا شباكية وسفنج والمقري كلا سفنج ديال جدي بدار بارود المقري كيعاود بالعود دار بارود فبدأنا الحلوى تماك عام 1925 كيجي من هذا المجمع يلا مشو عند مراكشي شنو الشباكية يلا مشو عند مراكشي كيخسر 50 درهم تاكسي ويديني سكيلو الشباكية كاين اللي عنده اللي ما عندوش حنا خدامين وصافي اللي عنده اللي ما عنده 5 درهم اللي عنده 1000 اللي ما عندوش حتى في العشية كنشتمو صافي سمعنا الله يجعل البركة هذا هو السوق اللي كاين في طنجة يعني اللي معروف بالصناعة التقليدية البلغة والشربيل هذا هو الوحيد لأنه هو اللي كيعمل الصناعة مخيطة كاملة ديال التيل كاين أسواق آخرين كيعملوا غير البلاستيك والسلعة ملاصقة هذا هو اللي معروف بالجودة وهذيك على اسم طنجة كاملة إذا ما شاشي بلغة مبيرو بحال اللي ما شاشي بلغة وخا قدامه في الحومة وهذيك قال لك كيتاق في بيرو بلي أنا موديل أجدادي ولا هذا الصنعة راه كانوا الأجداد ديالنا والوالدين ديالنا ودابا الحمد لله حنايا ورثتي كنعملوا بلغة فاشية هذه فيها الصفرة وفيها هذيك كنعملوا بلي غاد بنيتات كنعملوا بلي غاد الذكورة هما بحال هادو هما خدامين هما كل الالوان ديالهم خدامين هادو كنعملوا هذا الصندال المراكش كنعملوا بلغه ديال العرائس ديال العرايس العواشر مبروكه الاخوان ديالنا في طنجه والمغرب الامه الاسلاميه كامله وكنتمنى يكون هذا العام يكون دخل عليه بالسرور ويكون هذا العام وداعا للاحزان وان شاء الله ما يكون غير الخير حنا اليقين ديالنا في الله وان شاء الله ما يكون غير الخير تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.